انا اسمي تامر حبيب انا اند اي ورك از سكريبت رايتر. السيناريو ده هو الفيلم او المسلسل اللي اي حد بيتفرج عليه ريتن ان ووردز. يجي حد اسمه الدايركتور ياخد الكلام ده يترنت من كلام مكتوب لحاجه بجد ايموشن. زي مثلا دلوقتي لما حصل لو انا بكتب المشهد ده هكتب كده ان تامر نزل على السلم ومشي ودخل ولقى ناس حلوه جدا قاعده مستنيه وبتتفرج على كل ده وبريتن ان ووردز. وبعدين بعد كده كل واحد بيعمل من خلال شغله بيحول ده عشان يوصل في الاخر للفيلم او المسلسل اللي احنا بنتفرج عليه. ستارتد ويز مي ان انا بحب السينما جدا جدا سينس اي واز تشايلد. فقلت لا انا عايز ادرس الكتابه. فبابايا بالمنطق بتاعه لانه هي واز ا بزنس مان وهي واز مور كونسيرند وذ نمبرز قال لي طب اوكي يعني يور تالنتد از ان ارتست عموما يو ونت تو رايت يو ونت تو اكت يو كان دو وات ايفر يو ونت. This is a talent and you can work in it without studying it. دخلت business administration. قعدت اشتغل في الارقام وبقيت more like an accountant ولا whatever. Well, I'm not talented خالص in numbers. ف all of a sudden I decided انه يلا full stop نقطة ومن اول السطر. I'll restart and I'll fulfill my dream and I'll be what I do want to be. I'll be this scriptwriter. I went لمعهد السينما فيلم سكول اللي هنا في مصر and I had to study for new 4 years actually script writing and my first movie was screened on 2003 كان اسمه سهر الليالي but this was not the first script I wrote. يعني أنا كتبت الأول فيلم وكان خلاص هندخل نعمله ونصوره and suddenly because of مشاكل عند البرودكشن مش هيتعمل الفيلم وهيعطل خلاص فور ايفر فاي هاد تو ريستارت ان انا اكتب فيلم جديد. فابتديت اقعد وكان عندي فكره اي هاد ان ايديا ذات اي ونتد تو تيرن ات تو ا سكريبت يعني اند اي ستارتد وركينج اون ذيس ايديا. ابتدى يبقى في فيلم ابتدى يبقى في بروديوسر عايز يعمل الفيلم ده وابتدوا ياخدوا الفيلم ده يدوه ممثلين اند ذيس واز ماي ريل بيرث. It was a great success. الحمد لله نجح جدا جدا جدا. And I started being خلاص I'm working as a scriptwriter now. وابتدى السوق يبقى عارفني وابتدى خلاص يقولوا لي يلا نعمل فيلم تاني فعملت بقى الفيلم اللي بعده والفيلم اللي بعده والمسلسل اللي بعده والمسلسل اللي بعده وبس خلاص وهو ده. بجد لو انا عندي اطفال هبقى عايز يبقى حاصل معاهم كده لانه في سيركل كده فيها طاقه ايجابيه عماله تتنقل من واحد للتاني وحاله عدوى حلوه جدا. مبسوط ان انا يمكن كنت ابتديت احبط ناحيه او يعني صعبان عليا اللي هيحصل للاجيال ده فانا شايف ان اللي بيحصل ده بجد سبورت مهم قوي انه يبقى حاصل معاهم لان لقيت ناس يعني ابهروني. يعني في بنت قاعده بتحكي لي ازاي هي بتكتب النوفل بتاعتها وازاي بتطورها وتدرسها. قصدي انه العيال مخها زي الفل فلازم نعمل كل حاجه في الدنيا تخلينا مساعدين ان مخهم يبقى زي الفل نحميهم يعني من اللي مش فل اللي بره كتير قوي.